بس كنت بقول لكم ان انا شاكيرا. اوكي كوميدية سعودية، وصف نادر التداول في المجتمع السعودي، وإن أضفنا وصف منقبة أصبح المسمى مثيرا ومستغربا بشكل أكبر. إيمي روكو اتخذت من مواقع التواصل مسرحا لعرض إمكانياتها الفنية التي تعتبر كوميدية في غالبها، وحازت إعجاب عشرات الآلاف الذين باتوا يتابعونها على موقع إنستغرام. لأنه قبل ما أبدأ إنستغرام كنت في فاين، من الفاين انتقلت انستغرام، عشان كذا مقاطعي قصيرة، الفاين 6 ثواني فقط. فبعدها انتقلت للانستغرام وزي ما شفتي كيف بوف. اوه ماي جاد، الف مبروك يا قلبي، الف ماما حتى صار الشيء تزوجت. مشاهد يومية من حياة الفتاة السعودية تجسدها إيمي بسخرية من خلف نقابها الذي تقول إنها لا تقصد من لبسه التخفي، إنما ترتديه حتى في حياتها الطبيعية. طبعا اغلب المقاطع تكون صارت لي انا خاصه، فاصور الفيديو وارسله لصديقاتي، بعدين صرت اسمعهم الحكاوي اللي يحكوا لي، الكلام اللي يقولوا لي، صرت اوكي ذاتس نايس اصورها وارسل لهم نفس الشيء، لين ما شويه شويه صارت حتى في جلسات الحريم، يعني اي حاجه صرت يعني اصور فيديو منها، مو يعني مو بس حاجه صارت لي انا. صدق كيوت. قولي ما شاء الله. الشابة الكوميدية تقول إن عائلتها على علم بما تنتجه من مقاطع كوميدية منذ أن بدأت بتصويرها. أما المجال الفني فإن إيمي لا تمانع في دخول المجال الفني شرط أن لا تخلع نقابها عند أداء أدوارها. يعني ما تعرف إيش ممكن يصير، عرفتي؟